سياسة، خيارات عامة، خطة استراتيجية، برنامج العمل الحكومي، سياسة وطنية، سياسات عمومية. تعدد وتقاطع المفاهيم في عالم السياسات العمومية يدفعنا للتعرف عليها والبحث عن مفهومها. لنذهب في رحلة رسم السياسات العمومية. الإطار العام. تشكل الكلمات التي تتركب منها السياسات العمومية الحقل الذي تنمو فيه وتثمر وتتجدد، فهي سياسات وهي عمومية. السياسة هي حقل شاسع يجمع ثلاث معاني كبرى. السياسة المجال السياسي العام، بالإنجليزية بوليتي وبالفرنسية لو بوليتيك، أي ما يهتم بالتنظيم السياسي للمجتمع، خاصة علاقة المواطن والدولة. السياسة مدخلات المنظومة السياسية وتقابل بالإنجليزية بوليتيكس وبالفرنسية لا بوليتيك، أي التنافس السياسي من أجل الوصول للسلطة وممارستها والبقاء فيها. السياسة مخرجات المنظومة السياسية وتقابل بالإنجليزية بوليسيز وبالفرنسية لي بوليتيك، وترتبط غالباً بالعمومية وهي ما سنرسمه معاً. أي سلطة ومؤسسات عمومية تعمل على إدارة الشؤون العمومية. ارتباط السياسات بالمشترك بين مجموعة المواطنين والأفراد هو الذي يعطيها صفة العمومية. الأسس. تمثل الممارسة الديمقراطية شرطاً أساسياً للحصول على سياسات جيدة. لماذا؟ لأن الديمقراطية هي أفضل طريقة حكم لإدارة الشؤون العمومية عبر آلية مشاركة ومساءلة فعلية وحقيقية. تأخذ الديمقراطية أشكالاً متعددة من حيث طرق الممارسة. ديمقراطية مباشرة يمارس فيها المواطنون السلطة بطريقة مباشرة. ديمقراطية تمثيلية يفوض فيها المواطنون سلطتهم إلى نواب يحكمون باسمهم. ديمقراطية تشاركية يساهم فيها المواطنون بطريقة مباشرة ومستمرة في إدارة الشأن العمومي. من حيث المجال نجد الديمقراطية المحلية أو ديمقراطية القرب. يهدف هذا التطوير إلى توسيع قاعدة المشاركة إلى جمهور واسع، مع التركيز على الفئات الخصوصية كالشباب لإدماجهم في رسم السياسات العمومية. لكن في نهاية الأمر، ما هي السياسات العمومية؟